للحديث عن هذا المشروع يلتحق بنا على المباشر السيد كمال أيد شريف الخبير الطاقوي. صباح الخير سيدي. صباح الخير. بداية، أي أثر اقتصادي وكذا اجتماعي على هذا المشروع، مشروع الفوسفات الذي سيتم تدشينه اليوم بولاية تبسة؟ أولا قبل كل شيء، هذا المشروع مشروع مهم جدا للاقتصاد الوطني وتنوع الاقتصاد الوطني، بمعنى كلمة باش نخرجوا من اقتصاد اللي راح دائما للبترول والغاز. لماذا؟ لأن المشروع هذا تاع الفوسفات، ما يخفاكم، نعطيكم بعض الأرقام، أن الجزائر كانت تصدر الفوسفات الخامس هذا الفوسفات بيوت ب 80 دولار للطن، وتستورد الفوسفات المميز هذا اللي دير بيه الفوسفات 80 دولار. رجال شوف، من 80 دولار الفوسفات الخام بترول هذا البيوت إلى استورده ب 800 دولار للفوسفات اللي دير بيه الفوسفات. الآن هذا المشروع راح يضغط، لأن راح يقتصدنا العملة الصعبة نستوردوها في كيوكين كونطاني فوسفات بيوت 80 دولار، ونجيبوا الفوسفات ديريفي 800 دولار. روكاب المميع كيفاش راح دوك اقتصاديا، راح مشروع كبير يجعل الاقتصاد الوطني يتنوع كما ينبغي، وخاصة باستيراد بتدعيم على الفوسفات المميع. هذا أولا، لأنه راح المشروع هذا راح يجعل الجزائر اقتصاديا تكون أحسن مما كانت تصدر الفوسفات البيوت في القبل. طيب أستاذ كمال أيد شريف، هل تعتقد كذلك من خلال إطلاق هذا الأكبر استثمار منجمي بولاية تبسة، هل تتمكن الجزائر من خلاله من خلق صناعة تحويلية مهيكلة وتكون بطبيعة الحال خالقة للثروة؟ مهم جدا. لماذا مهم جدا؟ تنويع الاقتصاد بهذا الترانسفورماسيون، خاصة في الفوسفات أو حتى في البتروشيميك كومبلكس على كل حال. الآن لا فالور اجوتي تاعها خير كي نترونسفورموها، نوعوها خير من نترونسفورموها في البترول بيل ولا الغاز بريد. المهم الان الاقتصاد الوطني سيكون مرجع كبير اون فالور اجوتي في لا ترونسفورماسيون خير من نكسبورتيو على الغاز بريد. طيب استاذ، كذلك نقطة أخرى يمكن الإشارة إليها من خلال العمل على إطلاق أكبر استثمار منجمي بولاية تبسة، ومثل هذه المشاريع الاقتصادية أكيد ستكون لها من الفاعلية الاقتصادية على الاقتصاد الوطني من جهة، وكذلك من أجل العمل على ابتصاص البطالة في مثل هذه المناطق الحدودية. وبحسب الإحصائيات والأرقام، فإنه كمرحلة أولية لتشغيل هذا المشروع، فإنه سيتم توفير حوالي 3000 منصب شغل. إلى أي مدى إطلاق مثل هذه المشاريع الاستثمارية على المناطق الحدودية سيكون أداة فعالة من أجل امتصاص البطالة؟ لماذا؟ لأن قلت لك المشروع سيكون عنده فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني. كي نقول الاقتصاد الوطني، الاقتصاد الوطني بمعنى الكلمة بالعملة، والاقتصاد الوطني بمناصب شغل، لأن عندما نديروا هذا المنصب الكبير تاع منصب شغل في هذا الحال، راح يجعل الجزائر اقتصاديا راح تربح، وخاصة في الشوماج راح تنقص الشوماج، خاصة في المناطق الحدودية. يعني مهم جدا هذا المشروع. أنا أقول بكل صراحة اقتصاديا هذا المشروع مهم جدا جدا جدا. أنا في جروتار على كل حال، مين جامي تروتار بور بيان فير. جزيل الشكر لك سيد كمال أيد شريف الخبير الطاقوي على هذه التفاصيل التي قدمتها بخصوص هذا المشروع.